الحرب العالمية الثالثة هل تكون اقتصادية؟ هنا السؤال. بدأت روسيا تنفيذ عملياتها العسكرية داخل العمق الأوكراني، وبدأت العمليات بشكل مباشر للمواقع الحيوية في أحد المشاهد المظلمة للاقتصاد العالمي. فبعيدا عن الأسباب السياسية والدوافع الأساسية لتلك العمليات العسكرية، إلا أننا ننظر بعمق أكثر إلى الوضع الاقتصادي العالمي وما مدى تأثير الحرب عليه. فما أن بدأ الاقتصاد العالمي أن يلتقط أنفاسه بعد جائحة كورونا، وما ألم به العالم من خسائر اقتصادية فادحة وما تبعها من تبعات تضخمية وركود في الاقتصاد العالمي، إلا أن روسيا وجدت أنه من الملائم الآن أن تقوم بهذه الحرب ضد أوكرانيا وتأخذ معها الاقتصاد العالمي إلى بعد أكثر ضبابية في الوضع الحالي، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم الدول التي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث تمتلك كل منهما حصص مؤثرة في إنتاج العديد من السلع الهامة لدول العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، مثل النفط والغاز الطبيعي والقمح والمحاصيل الزراعية والبلاديو. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا تشمل القطاعين المالي والتكنولوجي، فهذه العقوبات لن تمر مرور الكرام. فبعد ساعات من دخول روسيا لأوكرانيا، ارتفع سعر برميل النفط لأكثر من 105 دولارات للمرة الأولى منذ عام 2014، وارتفعت المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد كامل، وقفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ عام باعتباره ملاذ آمن، ويعد مواطن أوروبا من أشد المتأثرين بهذه الأزمة لاعتماد المنطقة على الغاز والنفط الروسي بشكل كبير. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد استحوذت على 40% من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين. وبالتالي سيؤثر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية في المنطقة بشكل كبير. وبرغم كل هذا، أكد بوتين على أن روسيا لا تريد تقويض النظام الاقتصادي العالمي الذي تنتمي إليه، لكن الغرب لم يترك لها أي خيار آخر.